دكتور هيدا نموذج، هيدي مشهدية شفناها هلأ بالاستوديو بتشبه شوي الوضع يلي صاير هلأ ضمن الطائفة السنية وهذا الإرباك الحاصل، كيف تقرأ الأمر؟ أولا بدي أحييك يا سيدة صبر على التقرير مع بداية البرنامج الموضوعي عن المسلمين السنة في لبنان ودورهم التاريخي. شكرا. من المؤسف جدا هذا الحوار الذي جرى بين أخوين عندك الآن بالنسبة لدور المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأنا أعتقد بأن المسلمين السنة في لبنان هم مستهدفون منذ عام 1982. إذن الاستهداف هو للأمة، نحن مستهدفون لأننا جزء من أمة عربية من المحيط إلى الخليج. من استهدف السنة منذ 82 يا دكتور؟ إسلامية. الاستهداف أطرافه ثلاثة: الاستهداف التحالف الإسرائيلي الأمريكي الإيراني هو الذي يستهدف الوجود الإسلامي العربي وخاصة أهل السنة والجماعة، وهناك أدلة كبيرة وكثيرة. عندما سقط العراق وهو كان الدولة العربية الأقوى، أمريكا سلمت العراق للشيطان الأكبر في بإيران، إيران تسلمت العراق من الشيطان الأكبر الذي يقولون عنه الشيطان الأكبر. هناك تحالف أمريكي إسرائيلي إيراني لاستهداف الأمة العربية والإسلامية. ستستغربين هذا الكلام، هناك الخلاف الأمريكي الإيراني خلاف مرحلي، خلاف تكتيكي. أما الاتفاق الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل وإيران هو استهداف المنطقة العربية، وهو استهداف الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. راجعي ما كتبه برايمر عند سقوط العراق. طيب وراجعي ما بدنا كثير نوسع، البكار، خلينا نبقى في وضعنا الداخلي لانه عندي عدد كبير من الاسئله بدي اطرحه عليك. اليوم السؤال يلي فضلي. هيك دغري بيتبادر الى الذهن فضلي. لما بيصير هيك حاله وتدخل طائفه بهذا النوع من الضياع والزعزعه والفراغ، في حدا اساسي بده يلعب دور اسمه دار الفتوى. اين دار الفتوى اليوم من ما يحصل من ضياع في هذه الطائفة وزعزعة؟ أنا أريد أن أطمئن السيدة سمر وكل المشاهدين والمستمعين. الطائفة المسلمين السنة في لبنان، وأنا لا أقول الطائفة، المسلمين السنة في لبنان الذين هم جزء من الأمة العربية والإسلامية لا يمكن أن يضيعوا أمام هذه التحالفات في لبنان وفي المنطقة. المسلمون السنة في لبنان مجزرون في هذه الأرض منذ 1400 عام، قد ينكفئون وقد يتراجعون، لكنهم مستمرون في أداء دورهم الوطني والعربي والحفاظ على عروبة لبنان وسيادة لبنان. صحيح هناك انكفاء الآن، صحيح هناك إحباط لدى المسلمين السنة، لأن الرئيس سعد الحريري كان ولا زال شاء من شاء وأبى من أبى يشكل رمزية هامة إسلامية ووطنية على الساحة اللبنانية. انكفأ الرئيس سعد الحريري لأسباب محلية وأسباب
دولية، لأن هناك تحالفات ضد الوجود العربي والإسلامي في سوريا، في العراق، في اليمن، ولبنان جزء من هذه الاستهدافات.